إذا التضخم العام نزل 2.5%، التضخم الأساسي ارتفع، تضخم أسعار المصانع ارتفع، واليوم شفنا المعلومات الأولية للشكاوى البطالة كمان هذا ارتفع. احترنا يا أرعى. هات نشوف مع بعض شو عم بصير، وين متوجهين، وشو مخبيلنا عالم الكريبتو بهالأيام. كله بحلقة اليوم. يا عزيزي إذا عم تستفيد ادعمني بلايك، اشترك بقناة تري، سبسكرايب تحت، وأهلا وسهلا فيك. مرحبا عزيزي، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. كيف ما شايفين حاليا عنا أسبوع مع أحداث مختلطة. يعني بلشنا هذا الأسبوع مع بعرفش كيف بسموها بالعربي، حوار ولا نقاش ولا جدال بالانتخابات الأمريكية بين الحزب الديمقراطي وحزب الجمهوري، وشفنا أداء مختلط للعملات الرقمية اللي اتضح انه حاليا الاسواق منجذبة اكثر للحزب الديمقراطي ومش للجمهوري. يعني بالبداية فكروا الناس انه الحزب الجمهوري عم بغلب، عم بربح بهذا النقاش او بهذا الجدال، ولكن بالنهاية لما طلعت الاستطلاعات فرجت انه الحزب الديمقراطي اللي نجح، وقتها شفنا ارتفاع بالاسعار. فنتيجة الانتخابات هذا العام رح تكون مثيرة للاهتمام بشكل كبير جدا للاسواق. احنا فكرنا انه الحزب الجمهوري هو الجذاب للاسواق، ولكن حاليا الديمقراطي عم بينجح. ممكن الامر مؤقت، ممكن في تلاعب، ممكن في يد طويلة وأموال طويلة عم تنضخ على الأسواق، الله أعلم. ولكن بغض النظر عن هذا الشيء، باقي الأحداث كانت واضحة أبيض أسود. معلومات عن تضخم الدولار الأمريكي، شفنا تضخم الدولار الأمريكي نزل ل 2.5%. التضخم الأساسي مع أنه مسجل نضاله 3.2%، لكن في تضخم لأسعار الطعام بأمريكا، فهذا هام جدا ننتبه له. وشكاوى البطالة كمان هي ارتفعت بأمريكا، والتضخم بالمصانع كمان ارتفع. فهاي الأمور كلها عطت شوي انطباع مختلط بالأسواق خاصة اليوم. ليش عم بقول هذا الأمر؟ لأنه حاليا الأسواق مش عارفة كيف تسعر هذا الأمر مع اللحظة اللي بخد فيها الفيدرالي قراره بتخفيض الفائدة 50 نقطة ولا 25. حاليا بعد عم بسعره 25 نقطة، فلذلك هذا الأمر مش جذاب جدا على الأسواق. اللي ضل علينا بهذا الأسبوع هو حدث واحد اللي هو مهم جدا، اللي بيحكي عن ميشيغان كونسيومر سنتمنت. هاي مش معطيات نهائية، هاي معطيات الأولية للشهر التاسع، ولكن بفرجينا انطباع المستهلكين بأمريكا ورأيهم عن الأسواق، وعادة هذا بيمشي يد بيد مع النتائج النهائية كمان لهذه الإحصائيات. حاليا وضع السوق كالتالي، شفنا انتعاش بسيط من بعد ما شفنا ارتفاع بشكاوى البطالة. هذا كان يعتبروا جذاب عند بالأسواق حتى الفيدرالي نزل الفائدة بسرعة أكبر، فلذلك شفنا ارتفاع بسيط بناسداك بإسم بي 500 وبرسل 2000. الداو جونز نزل شوي بسبب ارتفاع تضخم أسعار المصانع. مؤشر داو جونز بتابع المصانع بأمريكا، فلذلك حاليا بوضعه سلبي أكتر. من طرف السندات كيف ما شايفين حاليا ماشيين شوي بالعرض من فوق حدود الصفر، فحاليا ما فيش مغادر مستمر للأموال من الأسهم نحو السندات، وهذا الأمر كمان شفناه بإسم بي 500 مع الارتفاع الأخير اللي شفناه بالأسواق. والدولار اليوم شوي بالأحمر بعد ما شفنا ارتفاع شكاوى البطالة بأمريكا. من طرف العملات الرقمية رح تشوفوا انه البيتكوين والإثيريوم موجودين إسا حاليا بمنطقة يعني حاسمة جدا، وعم بحكي عن هذا الأمر من ناحية الأسعار. رايحين نشوف كمان شوي بالشارت على كيف انه في عنا ديث كروس باكثر من متوسط، وهذا ممكن شوي صعب على السوق في حال ما شفناش احداث ايجابيه جذابه خاصه من الفيدرالي بالاسبوع الجاي علينا. نبدا مع وضع السوق بشكل عام بالكريبتو. كيف ما شايفين بكوين بيز بريميوم حاليا الامريكان مش عم بيشتروا، على الاغلب كمان من ناحيه الصناديق الاي تي اف ما فيش حركة كبيرة، ولكن في أكثر ناس بلش يفتحوا عقود آجلي لونجز من عقود الشورت وقت الحالي، والمعدلين كيف ما شايفين بالعرض ما فيش مبيعات كبيرة. وإذا حكينا عن المعدلين هام جدا ننتبه كمان الهاش ريت، كيف ما شايفين إسا حاليا بانخفاض، انخفاض بسيط مش كبير، ولكن في حال هذا الأمر استمر على أيام طويلة فهذا رح يترجم كسلبية للسوق، فانتبهوا للهاش ريت خاصة متوسط 30 يوم ومتوسط 60 يوم بالهاش ريت. هتنشوف العقود الآجلة وين الوضع وقت الحالي. كيف ما شايفين إسا حاليا في لكودي لعقود شورتس بالأسواق. المنطقة اللي فيها هناك هتقول مقاومة بعقود الشورتس في بين 58500 لغاية 59300، ولكن بعقود اللونجز شكلنا مناطق كبيرة جدا للدعم. يبدأ الدعم من 57000 وبنزل لغاية سعر 55860. كل هالمنطقة هي عقود لونجز مع دعم قوي جدا للسوق. هذا الدعم كتير هام بالنسبة للسوق،
وراح احكي لك ليش. كيف ما شايفين باخر 5 ايام حقق الامر اللي حكينا فيه بالفيديو السابق، وهو انه نشوف دعم على هذا السوق الصاعد اللي شكلناه من قاع البير ماركت بعام 2022. هذا السوق الصاعد مستمر من وقتها وشفنا عليه دعم، فهذا كان ممتاز جدا. فلذلك اذا بناخذ الارقام موجوده على العقود الاجله، وحكينا تقريبا 55,000 هناك في دعم باللونجز، وهذا السوق الصاعد موجود تقريبا على 54,000، فقريب جدا من هذه المنطقة. ففي حال ضيعنا هذا الدعم وقتها بتعرف انه احنا خلاص موجودين بمنطقة خطرة جدا على البيتكوين. فالناس اللي بدها تتابع السعر تابعوا هذا الامر، تابعوا هذا النموذج. البيتكوين لازم يستمر باغلاق الشمعات اليومية من فوق ال 54,000 دولار. باللحظة اللي بينزل تحت هالمنطقة بضيع الدعم الاول، وبعدين في حال نزل تحت 52,000 دولار وقت الأمور بتكون سلبية. الأمر الوحيد المقلق هتنقول هيك بين حسين وقت الحالي هو إنه في عنا death cross، في عنا ملتقى موت جاي من المتوسط لآخر 50 يوم مع المتوسط لـ200 يوم. هذا death cross صعب، وإن شاء الله نشوف fake out، إن شاء الله نشوف ارتداد على السريع جدا، نشوف معلومات إيجابية بالسوق حتى يرتفع. طبعا ارتفاع من فوق 58,000 دولار رح يكون ممتاز جدا، وإغلاق الشمعات من فوق 58 ومن فوق 59 رح يكون خلاص ممتاز، ونرجع على المنطقة الراحة بالبيتكوين من ناحية سعرية. من طرف إيجابي، كيف ما ذكرت لكم بالفيديو السابق، أنا فتحت صفقة مضاربة، وهي صفقة المضاربة وقتها أخذت استحاليا الربح عليها، أعطاني بقول الحمد لله ربح اللي هو تقريبا 9% بالسعر، ممتاز جدا. وإن شاء الله نشوف هيك صفقات تتكرر أكثر من مرة بالأسواق. دائما نشتري على دعم ومنبيع على المقاومة. بالإيثر الوضع شوي أفضل بين أسين، اللي عم بقول أفضل لأنه كل هاي الديث كروسز حصلت بالإيثر من بداية شهر الثامن، فعلى الأقل ما فيش ضغط بيعي من هاي الناحية. الجيد إنه شفنا السوق الصاعد نفس الشيء من قاع البير ماركت لغاية هذه اللحظة، شفنا دعم عليه وهذا كان ممتاز جدا. فبالنسبة للإيثر حصل على الدعم، وهام جدا يضلوا بسعر اللي هو من فوق الـ 2200 دولار. باللحظة اللي بيغلق الشمعة اليومية تحت الـ 2200 دولار بدخل منطقة الخطر الإيثر. هنا الوضع تنقول بسيط أكتر مقارنة مع البيتكوين، لأنه فقط محتاجين ضلنا متمسكين بسعر الإيثر من فوق الـ 2200 دولار. في حال شفنا هبوط تحت الـ 2200 دولار، عارفوا راح يخدنا تقريبا بحدود 1860. هذا هو اخر سوق صاعد موجود معنا اسا حاليا على الشارت. ففي حال شفنا مفاجاه سلبيه جدا من ناحيه العملات الرقميه، تعرف انه البيتكوين عم بنتظر لنا دعم على 40,000 دولار، وبالايثر عندنا دعم عم بنتظر لنا بحدود 1860 دولار. ولكن طبعا نظرتنا كمان ايجابيه، وعندنا بالايثر حاليا مقاومه على 2470، بعدين عندنا على 2650، وبعدين عندنا تقريبا 2900 دولار، ووقتها بتعرف انه الامور راح تبلش تتحسن اكتر واكتر بالاسواق، وان شاء الله نشوف هاي الامور كلها مع بعض. وهذا هو اعزائي كيف ما شايفين، عم ننتظر قرار الفيدرالي، عم ننتظر رد فعل الاسواق، وعلى الاغلب رايحين نشوف رد فعل السوق الاسبوع اللي ما بعد الفيدرالي، يعني تقريبا على ابواب الشهر العاشر. وبتأمل وضحت لك الصورة كيف مش عم بصير بالاسواق، وان شاء الله نستمر بالطريق الصح حتى نربح لنا قرشين، حتى طبعا نضيفهن على الجيب بالمستقبل الجاي علينا. هذا هو أعزائي، أتمنى للجميع التوفيق، النجاح والعافية. مع السلامة.